السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيه صحه لاباس، نتمنى تكون على خير وبخير. اليوم غنشارك معكم واحد الخبيزات اقتصاديين للمشاهدين. غندير معكم يجو بحال المخيمرات في الفران. دابا انتي عندي هنايا الخميره، نزكاها في الماء سخون مع شويه ديال الملحه. عندي هنا الزبده مخلطه مع الزيت، عندي هنا هي شويه ديال السكر واحد جوج معالق ديال السكر، عندي هنا خماره ديال الحلوه، وعندي هنايا بيضه. دابا انا غادي نخلط الخليط هنا. ندير هاد الخمارة هادي، ونلبس سلسلة ديال الطحين. عندي هنا واحد الكيلو ديال الطحين، نتمنى تكونوا على خير وبخير. هنا دابا هاد الفطائر بغيتي ديرهم مع كويس ديال القهوة ولا أتاي، كديرهم غير في الدار غير كبلاطة. دابا ندير هاد البيضة، ندير هاد الخميرة، عندي شوية ديال الما دافي، أنا مكنعجنش شي بما بارد، نجيب الما دافي باش تخمر لي هاد الحاجة اللي درتها. غنغلب عليها مزيان، انت غنستمر دابا بالبليك هكا فيها خدمه مزيان. دابا نخدم مزيان بيدي ونرجع معاكم. هانتي هنا العجينة ديالي كنخدمها بحال هكا حتى كنخفى. كاين نظري من بلاصتو، راه الخدمة مزيان بحال هكا
انا الخدمه ورجع معاكم. هاتي العجينه ديالي هاتي ما خدمتها مزيان. هنا درت خفيفة تلقات البواواق، هنا دابا غنخليها تخمر. دابا غنخليها تخمر مزيان حتى تخمر، غنغطيها وديك الساعه غنبدل معكم في اللاطه شاركه معكم ان شاء الله بحول الله. هنا دابا غنخليها تخمر ونرجع معاكم. هانت هنا العجينه ديالي انا عملتها هكا في اللاطه، هانت قسمتها على جوج. غادي ندير زيت شويه فيها، هاتي اللاطا عندي مدهونة بشوية د الزبدة، غنغطيها نخليها شوية ترخى غير شي شوية. أنا ندير هادي هنايا، أنا عندي هنا بلاطه بالزبده باش ندير العجينه اللي بقالي. دابا انا نقدها هكا بلاطا البارد، بلاطا سخنتها شويه عاد قرصت فيها باش تطلع لي الخميره دغيا. هانتي دابا انا قرصتها نخليها شويه تخمر، هانتي انا العجينه ديالي خمارات شوفي. هانتي دابا انا غندهنها بشويه ديال البيض، خلطها مع شويه ديال الخل،
فهمتينا. دابا مدهناها كامله، كتجي واعره هاد الخبز، كتجي فنونه، كتجي بحال المخماره. الفران دابا عندي كيسخن، ندير له شويه ديال الجنجلان، اللي بغى يزينها بالشانوج بحال السوداء، اي حاجه اللي عندك بغيتي تزين بها زين بها. ندير له شويه ديال الجنجلان، نعطيه واحد المنيطر زوين. وكنتمنى يا المشاهدين يعجبكم الفيديو ديالي اللي شاركت معكم اليوم، وديروا لي بصينه كما ندير هذا في الفران ونرجع معكم. دابا عاوتاني انا عندي هنا هادي، وعندي داك لي جويجات ديال الخيمرات، تدهن لي مزيان اللي كنديرو كنشاركو معاكم المشاهدين ديالي المتتبعين ديالي. راه ولينا دابا خوت، ولينا صحابات، ولفنا مع بعضياتنا. وكنتمنى تكتبوا لي الكومنتيرات زوينين، نشكركم على الكومنتيرات. هانتي هي الخيمره ديالي دابا، شوفي كيفاش كتجي، كتجي واعره بلا ما تفراق، وتبقى دابا عجن معها الزبده والزيت، انا درت لها الزيت والزبده ودرت لها البيض، خمارات ديال الحلوى، المهم ديال هاديك داكشي زعما تجي مخمره تجي زوينه. وهادشي اللي كاين المشاهدين ديالي، كنشارك معكم داكشي اللي كنديرو كنشاركو معكم. وتبارك الله عليكم، الله يخطيكم علينا على الكومنتيرات ديالكم زوينين، وديروا النجيم وتفعلوا الجرس، دخلوا القناه ديالي باش يطلع لكم الجديد. هادشي اللي كاين دابا، انا طيبه ومشاركه معكم ونرجع معكم ان شاء الله. هانسينا هلا المخمره ديالي، شوفي شوفي كيفاش كتجي، كتجي غزاله تبارك الله. ما نقطع معكم الخبز كيفاش كتجي، كيفاش فشا كيفاش كتجي، كتجي غزاله تبارك الله الخبيزه. كتجي فنة تبارك الله، وكنتمنى تعجبكم هاد الخميره ديالي المشاهدين، شاركتها معكم اليوم. هاتي جات غزاله وسخونه مع شي بريره ديال القهوه ولا اتاي، هاتي كتجي غزاله. يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.